ملاعب المونديال كانت وما تزال عبر السنوات مسرحاً لأفضل مهارات كرة القدم، لكنها تميزت أيضاً بكونها معرضاً ظهرت فيه أغرب أنواع الشوارب واللحى للاعبين، قائمة تطول والبعض منها ما زال حاضراً في أذهان الكثيرين. البرازيلي ريفيلينو كان من بين كتيبة البلاد المتوجة بمونديال 70، لكن شارب أول من حمل الرقم 10 بعد بيلي يظل علامة مميزة لتلك النسخة. شارب وجد منافسه بعدها ب12 عاماً في إسبانيا، وكان صاحبه المدافع الإيطالي جوسيبي بيرغومي المتوج باللقب آنذاك. قد يذكر البعض الألماني رودي فولر لخلافه الشهير في نهائي 90 مع الهولندي ريكارد، لكن من منا قد ينسى شاربه؟ وربما كان الهولندي رودخولت أبرز من رسخ فكرة الاهتمام بتهذيب الشارب بدلاً من تصفيف الشعر في نسخة 90، وكان أشهر من جمع الشارب واللحية في تاريخ المونديال الألماني بول برايتنر الفائز بمونديال 74. لاعب بايرن ميونخ وريال مدريد هو صاحب اللحية الأكثر كثافة وإثارة للجدل في المونديال. يليه لاعب الوسط البرازيلي سقراط في مونديال 82، نجم دفع شكل لحيته الكثيرين لوصفه بشي جيفارا كرة القدم. لقب نافسه عليه في النسخة التالية الأرجنتيني سيرجيو باتيستا. أما صاحب اللحية الأشهر فكان الأمريكي أليكسي لالاس في نسخة 94، لحية لقت هجوماً كبيراً كواحدة من بين الأسوأ في تاريخ المونديال.